أهلا بكم. في مسعى لدفع القضية الفلسطينية قدما، تستعد محكمة العدل الدولية للنظر على نطاق واسع في تبعات الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المستمرة منذ عام 1967. تأتي جلسات الاستماع العلنية في سياق طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة الحصول على فتوى من محكمة العدل الدولية حول أثار الاحتلال الإسرائيلي المتواصل منذ أكثر من 57 عاما، وتستمر لمدة 6 أيام تبدأ الاثنين. وتعد هذه هي المرة الثانية التي تطلب فيها الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري يتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة. ففي ديسمبر 2003 طلبت الجمعية العامة فتوى قانونية بشأن الإجراءات الإسرائيلية في الأرض المحتلة فيما يتعلق ببناء الجدار العازل بالضفة الغربية. ومن المقرر أن تستمع المحكمة خلال الجلسات إلى إحاطات من 52 دولة، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ المحكمة، بالإضافة إلى الاتحاد الإفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، فيما قدمت إسرائيل بيانا مكتوبا إلى المحكمة لكنها لم تطلب المشاركة في الجلسات. وبينما تجاهلت إسرائيل مثل هذه الآراء غير الملزمة في أوقات سابقة، فإن هذه الإجراءات قد تزيد الآن من الضغوط السياسية المفروضة على الاحتلال بسبب عملياته العسكرية الهمجية الدائرة في غزة. هذا وذكرت المحكمة أن رأيها الاستشاري الذي ستصدره ليس ملزما من الناحية القانونية، لكنه سيحمل قدرا كبيرا من الثقل القانوني والسلطة الأخلاقية، ويمكن أن يصبح في نهاية المطاف جزءا من أعراف القانون الدولي. الإجراءات المطروحة أمام المحكمة تأتي في أعقاب نظر المحكمة الدولية في قضية إبادة جماعية رفعت ضد إسرائيل بسبب انتهاكاتها في قطاع غزة، حيث أمرت المحكمة إسرائيل في أواخر يناير الماضي ببذل كل ما في وسعها لمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة. مشاهدينا الكرام، كان هذا استعراضا بشأن بدء محكمة العدل الدولية الاثنين عقد جلسات استماع بشأن التبعات القانونية لممارسات الاحتلال بالأراضي الفلسطينية المحتلة. شكرا لكم على طيب المتابعة.